بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر لهما حساب دقيق، حتى بمقدار ثانية يتخلف، يعني كلاهما لهما حساب دقيق. أما الخسوف والكسوف، الخسوف يعني القمر في خاء، الكسوف يعني الشمس. القمر إذا أخذ يسمى خسوفا، والشمس إذا أخذت يسمى كسوفا. وكل واحد من الخسوف والكسوف إما جزئي وإما كلي. الجزء يعني في الجملة شوية منه يؤخذ، الكل يعني كله يؤخذ. ثم الخسوف والكسوف أحيانا مرئي وأحيانا غير مرئي. المرئي يعني شنو؟ يعني نشوف، إذا فوق شفناه يسمى مرئي، غير مرئي يعني تحت الأرض. تؤخذ الشمس ويؤخذ القمر تحت الأرض ويسمى بالخسوف والكسوف غير المرئيين. وفي الأحاديث أكو إنه علامة غضب الله تعالى. يعني شنو؟ يعني الله سبحانه وتعالى لما نظم الكون وكون الكون كان يعلم في أي الأوقات البشر يعصون أكثر، لعله في هذه الأوقات أفرض 4 ملايين من البشر 3 مليارات منهم يعصون الله، والله هو العالم. فالخسوف والكسوف ظاهرتان طبيعيتان، لكن توقيت الله تعالى لهما حين خلق الكون طابق بقت معصية الناس أكثر، والله يعلم ذلك، فوقتهما حتى يكون علامة لغضبه. في الأحاديث أنه إذا صار الخسوف أو الكسوف فافزعوا إلى مساجدكم، روحوا للمساجد وصلوا صلاة الآيات واستغفروا الله سبحانه وتعالى وتوبوا إليه حتى يرفع عنكم البلاء. هذه الصلاة تسمى صلاة الآيات، هي واجبة. الإمام أمير المؤمنين كان يصلي هذه الصلاة ويقرأ بعد الحمد في كل ركعة سورة الكهف نصف جزء، يعني أفرض 4 ساعات 5 ساعات من ذي أكثر أقل. الإمام أطال، قسم من الذين كانوا يصلون خلفه غشي عليهم وسقطوا. الحقيقة الأئمة كانوا يرون غضب الله، إحنا ما نشوف، إحنا مثل الأعمى، يشوف اللون ما يشوف، يشوف العذاب ما يشوف، كل شيء ما يشوف، أعمى أعمى ما يشوف، إحنا أعمى وأصم، لكن هم كانوا يرون هذه الأشياء الغيبية الواقعية، ولهذا كانوا يخافون. افرض الآن أنت في السفينة قاعد، افرض واحد أمياك قاعد أعمى ما يشوف، هذا ما يحس بالغرق، ما يشوف، لكن أنت اللي تحس بالغرق شلون تخاف؟ وتعرف 4 ساعات خطر الغرق اكو، كل هال4 ساعات تفي الضرام، لان شوفت الائمه كانوا يشوفون اثار غضب الله وانه شنو يصير. لان اثار غضب الله سبحانه وتعالى مو معناته الان الله ينتقم منك في لحظه، لعله صار غضب وبعد سنه انسان ابتلي والعياذ بالله بالبراد لا علاج له. فكون الخسوف والكسوف من اثار غضب الله مو معنى أن غضب الله الآن يأخذ الناس، لا مدلل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن الفرار عن حكمته.